في صوت الناس، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم لمتابعة هذه الحلقة الجديدة والتي اخترنا لكم فيها موضوعا يتحدث حول امتحانات الشهادة الثانوية، كيف جرت وكيف انتهت وما هو وما هي وماذا ستكون نتائجها. امتحانات وضعت لتقييم الطلاب وإبراز المتفوق من المهمل وتحقيق العدالة بين من سهر الليالي بين دفاتره وكتبه ومن قضاها سهرا على الشاشات أو لاهيا بين الملاعب لتفقد هذه الامتحانات معناها في كثير من الأحيان، وتصبح ساحة للتفنن في الغش والمساواة بين المجتهد والمهمل. انتهت الامتحانات أو امتحانات الشهادة الثانوية، فكيف مضت وما تأثير أزمات كالكهرباء عليها، ومتى نتخلص من آفة الغش؟ كل هذه الأسئلة ننتظر مشاركتكم وتفاعلكم معنا حولها، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. وانتهت امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وتنتهي معها المرحلة التعليمية الممهدة للتعليم العالي لعشرات الآلاف من تلاميذ ليبيا. انتهت هذه الامتحانات لتبدأ بعدها تكهنات حول الصورة التي ستكون عليها النتيجة هذا العام، وهل ستتجاوز حاجز 80% الذي وصلت له في العام الماضي، أم أن هذا العام سيختلف الحال. امتحانات هذا العام التي واجهت بعض الانتقادات من بعض التربويين الذين رأوا بأن العام الدراسي المنصرم لم يأخذ حقه من ناحية الوقت، مما أثر على نسبة المنهج الذي استطاع المعلمون تدريسه للتلاميذ لتجتمع معه أزمة الكهرباء، والتي بلا شك قد لعبت دورا سلبيا على استعداد الطلاب لهذه الامتحانات، أو قل في وجه من استعد بحق منهم. من جهة أخرى، فقد ظهرت جليا بعض القرارات التي وصفت بأنها شجاعة من وزارة التعليم ضد مخالفات حدثت خلال هذه الامتحانات، منها فصل طلاب لمدد مختلفة بمدينة السرمان لتهديدهم مراقبين داخل لجنة الامتحانات، وقرارات أخرى بالإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق طالت عشرات وعشرات من أعضاء لجنة المراقبة بمدارس مختلفة بتهمة الغش أو المساعدة على الغش. وغير بعيد من ذلك، قرارات بإعادة امتحانات في المنطقة الشرقية بعد تسريب أسئلة امتحانات لمادة الميكانيكا وغيرها، واتهامات لمسؤولين بالضلوع وراء هذا التسريب. الأعداد الكبيرة من الموقوفين وتهم تسريب أسئلة الامتحانات، وحالة الغش المنتشرة خلال امتحانات الشهادة الثانوية والمتكررة كل عام تعطي مؤشرا عن حجم الكارثة التي يعاني منها التعليم في ليبيا، وتضع أكثر من تساؤل عن المسؤول عن كل ذلك. هل هو الطالب الموصوف بالإهمال؟ أم هو المعلم البائع لضميره؟ أم هي المنظومة التي عشعش هذا الوباء من خلالها؟ للمشاركة في برنامج صوت الناس يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية 021-33-47-401 021-33-47-402 وأيضا على رقم 021-33-47-403. كما يمكنكم التفاعل مع موضوع حلقتنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التالية. للحديث حول كيف مضت امتحانات الشهادة الثانوية معي المعلمة والناشطة في المجال التربوي الأستاذة ناجية عبد الله. أهلا وسهلا بك أستاذة ناجية. بداية، ما هو تقييمك لامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لمثل القائمين على قناة الصحرائية والقائمين على برنامج صوت الناس. شكرا لتناولكم المواضيع الحيوية والحساسة والخطيرة في حياة الشعب الليبي.
وخصوصا النشأ أكيد هاجس كل الدين وكل أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام هو هؤلاء النشأ اللي في المؤسسات التربوية التعليمية. نعم. انتهت امتحانات الشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وثلاثها امتحانات مرحلة التعليم الثانوي كل العام تحت بالمؤسسة ليس فترة امتحانات فقط وإنما من قبل فترة الامتحانات تبدأ الاستعدادات وتهيئة ليس الطلبة فقط وإنما المجتمع بصفة عامة لأهمية هذه الامتحانات ولأهمية هذه الشهادات ولأهمية هذا الأمر في المجتمع في أي مجتمع في أي دولة. تقوم الاستعدادات وصب الأنظار كل الأنظار في وسائل الإعلام المختلفة حول استعدادات امتحانات وتخرج دفعات كثيرة من أبناء الوطن في هذه الشهادات العامة، فبالتالي يكون تسليط الضوء على هذا الموضوع لأهميته وخطورته. نعم أستاذة ناجية، هناك قرارات من التعليم بفصل طلاب وأخرى أيضا بإيقاف مراقبين ويعني مجموعة من المشرفين عن اللجان، ما خلفية هذه القرارات وما رأيك في مثل هكذا قرارات؟ أكيد كلنا نتفق في رفضنا لظاهرة الغش المتفشية في التعليم. نعم. وللأسف متفشية في كل القطاعات ولكن كل ومسارة، وكلنا نرفض الغش ولكن وهذا قرار يعتبر جريء وفريد من نوعه يعني سابقة، ولكن هذا القرار يحتاج إلى عدة أمور قبل إصدار هذه القرارات. هناك أسئلة ملحة، ما لماذا تفشي هذا العمل أو الغش في المؤسسات التعليمية في الامتحانات؟ ما البديل عن الغش؟ كيف نحد من هذه الظاهرة؟ هناك عوامل كبيرة جدا تحتاج إلى دراسة وإلى خطة حتى نستطيع أن نصل إلى مثل إصدار وتنفيذ هذه القرارات. يجب أن تكون هناك خطوات سابقة لهذا القرار مثل اتفاقنا جميعا في ضد ظاهرة هذه الغش، حتى نكون أكثر يعني قربا من المشاهد، يعني مثل ماذا هذه الإجراءات التي يجب أن نقوم بها قبل إصدار يعني قوانين أو لوائح تفصل من قام بالغش وساعد عليه؟ قد أسلفتم في تقريركم في قبل قليل أن هناك عوامل تساعد في ربما في إفشال أو فشل العملية التعليمية في امتحاناتها أو في نتائجها أو النتيجة التي نتأملها جميعا قد تكون دون المستوى، تعود إلى عدة عوامل. هذه العوامل منها أن عدم استكمال الوعاء الزمني المعد للدراسة في العام الدراسي. هذا الوزير الذي الآن أصدر قرارا بإيقاف بعض المعلمين وشهر بأسمائهم قبل حتى انتهاء التحقيقات، وهذا عمل أعتقد أنه يسيء للصفة وللمعلم في المجتمع الليبي. ثانيا إيقاف بعض الطلبة أو منعهم أو حرمانهم لأجل العقاب المنتظر لهم نتيجة ثلاث حالات الغش، ونحن لسنا ضد هذا العمل، ولكن عندما يصدر هذا الوزير في نهاية امتحانات النصف نهاية الفصل الدراسي الثاني في التعليم مراحل تعليم النقل قرارا مفاجئا بموعد تقديم موعد امتحانات، ولا زالت بعض المدارس وبعض الطلبة يمتحنون في امتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني. نعم. بحجة حقيقة يعني بعذر لا يسعني إلا أن أقول أقبح من ذنب، أن الطقس حار وأن شهر رمضان على الأبواب. هل سنغرس في أبنائنا سلوكا تربويا يجعلهم يعتقدون بأن شهر العبادة أو حرارات أو المناخ له دور في أنهم لا يستطيعوش تحصيل العلم أو أنهم يعملوا في مثل هذه الظروف؟ كلنا يجب أن نغرس سلوك تربوي صحيح في أبنائنا. لما تتخذ قرار سيد الفاضل أو غيره أن يتخذ قرار، يجب أن يكون ملم بالعملية التربوية التعليمية إمام كامل مارس هذه العملية. نتمنى أن من يرأس وزارة التربية والتعليم أن يكون قد مارس العملية التربوية التعليمية عن قرب واحتك بها سلوكيات أبنائنا ونفسياتهم، ونتائج القرارات قد تعود عليهم بسلبية المفاجئة خصوصا والتي تحدث ربكة خلال العام الدراسي خلال عملية التعليمية التربوية. أيضا أستاذ الفضل لو سمحت لي، عدم استكمال المناهج، بعض المدارس فيها مناهج لم تدرس أصلا، هناك طلبة لم يدرسوا بعض المناهج، فبالتالي في الامتحانات وحضرت هذا الموقف شخصيا في تمام الشهادة الإعدادية، الطالبات في لجنة كانوا يعني مستوى ممتاز من الطالبات،
طلبنا بالإدارة وطلبنا بالامتحانات واعترضوا على الأسئلة لأنهم لم يدرسوا هذه المادة، أعتقد كانت فيها بعض الدروس في الرياضيات. نعم. فرفضوا أن هم يقبلوا على نفس من يرسبوا في هذه المادة بعدم القدرة على الإجابة نتيجة عدم وجود مدرس في هذه المادة، سواء كان مدرس موجود فيها أو مدرس غير كفو، ولم يستكملوا هذه الدروس وهذه الأسئلة. صعب عليهم ما كان على المسؤول آنذاك في على الامتحان إلا أن يعطي تعليمات للجنة بالتخفيف على هؤلاء الطالبات حتى يتمكننا من الإجابة في تلك المادة، ولا يتحمل من يتحمل وزر ما يحدث للطلبة أثناء العام الدراسي من عدم وجود معلم أو من عدم استكمال المنهج، والأسئلة بتكون شاملة لكل المنهج المدرس. يعني عوامل كهذه تؤدي إلى يعني دفع الطلبة أو دفع، وأيضا ظروف المعلم القاهرة والحقوق المغضوبة المعنوية والمادية أيضا سبب من أسباب وتسرب الأسئلة. أستاذة ناجية، هناك الآن من يقول بأن هذه مثل هذه القرارات قد تقلص من عملية الغش المتفشية بشكل غريب جدا، حتى أن نتائج العام الماضي كانت نتائج يعني فاضحة إلى حد كبير بشكل مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، يعني لدرجة أن الطالب يتجاوز حتى 100% بالدرجات، هكذا رصدت يعني في العام الماضي. فربما كان ليس باليد حيلة أكثر من أن يعني تفعل مثل هكذا قرارات، ما رأيك؟ لا يختلف عاقلان عن هذه الحقيقة وعن هذا، لو كلنا نتأمل أن يكون هذا، ولكن ماذا عن الطلبة الذين لم يتابعهم سيادة الوزير ولم تتابعهم لجنة الامتحانات التي تخص الوزير شخصيا والذي قام بها اتخاذ فيها مثل هذه القرارات؟ نحن نحتاج إلى خطة محكمة بحيث أن تنفذ مثل هذه، تكون هناك تعليمات، تكون هناك دعوات أو تعليمات خاصة على كما أسلفت الاهتمام بالامتحانات الشهادة أو حتى امتحانات النقل، يكون مسبق بحيث تكون فيه نشرات عن المعاقبة والمتابعة والمحاسبة، وأنه سيكون هناك قوانين صارمة وإجراءات صارمة على كل من يساهم في عملية الغش، سواء كان نحن نطالب بلائحة تأديبية تطال المعلم وتطال الإدارة وتطال التلميذ وتطال حتى ولي الأمر وتطال المسؤول في الوزارة. نتمنى ذلك ونتأمل ذلك، ولكن يجب أن يكون هذا في إطار خطة محكمة بتضافر جهود كل التربويين والمهتمين في المجتمع، وتكون هذه الخطة منشورة على وسائل الإعلام التواصل بمختلف أنواعه، وتكون للمجتمع من الطالب إلى ولي الأمر إلى المراقب إلى المعلم إلى غيره متهيئ إلى مثل هذه الأمور، والكل يرحب بهذه الأشياء لا شك في ذلك، كلنا نتمنى ذلك. نعم يعني شكرا. شكرا جزيلا لك الأستاذة ناجية عبد الله، معلمة وناشطة في المجال التربوي، شكرا جزيلا لك. إذن أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة نتناول كيف مضت امتحانات الشهادة الثانوية وما هو تقييمكم لها وما هي يعني اعتقاداتكم في النتائج التي ستكون من وراء هذه الامتحانات. نستقبل من المرج المكالمة الأولى. بوحليقة، السلام عليكم. تحية طيبة لك يا أخي العزيز. أهلا وسهلا بك، تفضل. لا شك أن هذا برنامج يؤثر في هذه البلاد، وخاصة الموضوع قديم جديد. نعم. عقب 42 سنة في نظام التكاتوري كانوا التكاترة وهالفلافسة وهالقانونيين كلهم بالغش والنصابة اللي اليوم يتنظروا علينا في الخارج والداخل بهذا الحرج والمرج. نعم. كنا بسبب هالسياسة وجاتها السبع سنوات الحجاب زادت الطينة فلة. وليس بشديد هذا التزوير وهذا النفاق اللي حاصل في ليبيا منذ الانقلاب الأسود في 1999، اللي ما زالوا بعض النائمين يحلموا بحدث هذا الحكم الذي سبب لنا تخلف وجهل. ما أحد الطلبة اللي كنت تدرس في حتى في النظام الملكي اللي كان حتى هو بعض ظالم جابلنا هالدول الشوار والعيد الماشر، كان لكن في تربويين ليبيين وطنيين كان له منهج وله دراسة، ربما الفترة الابتدائية كانت ما تعادل حاليا ثانوي والله جامعة. وليس ما نراه حاليا مع الغفل الدماغ وهل المجتمع الجماهيري وهل الصرف الفاتح وهل الفكر الجماهيري وهل حتى هي
التخلص ويصلح الله الحال بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك ابو حليقه من المرج. اذا اعزائي المشاهدين نتحدث حول هذه النقطه المهمه وهي امتحانات الشهاده، كيف يمكن لامتحان الشهاده الثانويه ان يمضي بمثاليه اكبر، وكيف يمكن للتعليم ان ينتقل بمثل هذه التقييمات وهذه النتائج الى تعليم افضل باعتبار اننا لسنا موجودون على قائمه يعني التعليم ولا يشار لتعليمنا على الاطلاق بسبب هذه الكوارث الكبيرة داخل التعليم وخاصة داخل الامتحان تحديدا. أمل من مصرات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخت أمل، تفضلي. حياكم الله وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. تفضلي. وموضوع الموضوع التعليم هذا بحد ذاته يحتاج إلى حلقات، وأعتقد أن أستاذ عبد الرحمن والكلام لكل المشاهدين أن المؤسسة التعليم هي المؤسسة الوحيدة اللي يدخلونها بدون اختبار ذكاء ولا ما، مجرد أنه قدم ملفك وتقبل يعني. هذا التعليم برغم مكانته في الدولة ككل، بس هو المؤسسة الوحيدة اللي بدون يعني تون يعني يقبلوك يعني بدون ما يحط يديلك مثلا امتحان ولا مثلا يديلك مقابلة يعني تجد تنسيبك في كل مكان ولا تعينك في أي مكان. والقرارات هذه اعتقد هي سبب ضياع التعليم، القرارات المفاجئه والاسترجاليه اللي نعتبرها يعني كل مسؤول ولا كل وزير يحطوه وكانه يعني خلاص كما نقول المركز راح بالقرارات المفاجئه هذه في الوقت نفسه لما يشوف التعليم هو منهار تماما يعني احنا نفسنا نساعد في الغش يعني تخيل ان انا كما قالت الاستاذه ناجيه الزمن لا يكفي دفانة المنهج يعني الطالب والمعلم اصبح يتخيل الطالب المعلم يسهروا في كما نقولوا جلسة واحدة مع بعضهم، فكيف وخاصة للثانوي يعني مش معقولة مدرس يعني يبي طالب يجري فيه ويسهر معنا بعد منتصف الليل هم مع بعضهم، فحتى هذه مشكلة. وبعدين إذا نعتبر يا أستاذ عبد الرحمن توصل بعض القرارات اللي قالوا إن الموبايلات مسكر عند الطلبة، يعني نعتبر المدرسة لو لما يمسك فيها إن طالب دخل موبايل في شجرة في قاعة الامتحان فاعتبر إنها مدرسة فاشلة من كلها مش مجرد مدرس بس. أنا أستغرب كيف طالب يقدر يدخل الموبايل الا بتورط الاداره نفسها، مع احترامي في الادارات يعني هذا مش حاجه بسيطه يدخلها الطالب معاه يعني نعم. يعني كثره حالات الغش، لكن لما توصل الحاجات هذه احنا نفسنا يعني كنا ما ندخلوش يعني الحجر في قاعه الامتحان الا لما يكون تفتيش كامل يعني حتى ما يعرف الهندسه البسيطه هذه يفتشونا، يا بال طالب يدخل في موبايل ونت ويعني اصبع يعني اختراعات حتى للغش. نعم. القرارات دي مش مجرد انها قرارات ورقيه راه، لكن لن نرى منها حاجه بصراحه لان شفنا قبلها يعني وللاسف لا مطبق، بس كلهم يحاولوا قدر الامكان انهم يقول انا متسلط وكانه يبوا الناس يخوفوا الناس ولا الطلبه، والغش قائم وحتظل النتيجه حتطلع النتيجه وحي كما نقولوا يعني التعليم حياخذ النتيجه هذه وحينسبوا الطلبه للجامعات. نعم. بدون ما واحد يقول انت غش ولا يعني كلهم حيمشوا للاسف يعني. والضحيه في الاخير هي الطالب. في الأخير الطالب وبعدين البلاد بعدين. بارك الله فيك استاذ. شكرا جزيلا لك أمل. علي من بنغازي، علي كيف تقيم الامتحانات الشهادة الثانوية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. نعم أنا سيد عبد الرحمن، شخبارك؟ أهلا وسهلا بك علي، تفضل. والله الحمد لله بارك الله فيك. نحن نفهم بالنسبة للموضوع هذا المفروض ناخذ الأساس سبب الطالب اللي خلاه يغش، ولكن طبعا بالنسبه ليس الطلبه كلهم غشوا على اساس ان هم نيتهم في الغش، ولكن السبب الرئيسي ان هم ما وصلوش لمفهوم الدراسه صح. مثلا احنا 100 مدرسين يا عبد الرحمن ما وصلوش للمستوى العالي باش يوصلوا المنهج السليم للطالب بحيث ان الطالب من يجي عنده امتحانات يجي فاهم وواعي للدرس اللي كان عندي. انا طالب في ثالثه ثانوي يشكي من عده مدرسين، اولا حاجه قال يا ابي المدرس ما جاناش لحتى الان مثل الاحصاء والانجليزي وبعض من المواد وفي بعض حتى الرياضيات قال لي ما مش فاهم ما فاهمش حتى كيف يعطي المعلومه الصحيحه. بعض متحدثنا مش نفس ما يعطي فيها المدرس يا شيخ عبد الرحمن، فهمت علي كيف؟ نعم طالب انه يغش، ولكن هو مش نيته بغش انه يغش، لكن بينجح ويبي مستوى عالي بيشوف مثلا بيخش كليه الطب بيخش كليه الهندسه، وفي عندنا طلبه مجتهدين. تو انا نحكي على ابني والله مجتهد بشكل غير عادي، ولكن قال لي المدرسين اللي عندنا ما يوصلوش المعلومه صح. احنا مشكلتنا في التعليم انه المفروض يجيبوا اساتذه من برا من العراق من دول متقدمه حتى يوصلوا لمستوى عالي جدا. نحن نرى مدرسين في ليبيا مدرسين ضعفاء جدا جدا جدا، والله نحن المفروض
ان نفهم الوضع هذه بالنسبه للتعليم وزير التعليم، وزير التعليم المفروض السنه هذه يدرسوا دراسه كامله حتى يجيبوا ناس متعلمين ياخذوا مجال الطلبة هذوما ويوفق الكبارين. هو في كلمة بسيطة يا شيخ عبد الرحمن معليش نعلق على اخويا هذا ابو حسين، دي مرة ضد الانقلاب ومرة مع الانقلاب، نقول الانقلاب يا ابو حسين انتم اللي شفتوه في المرج، انتم اللي رفعتوا الراية وشفتوا لنا حسر، وهو اللي نزل العلم والان سوى هذه الاولى والدرولة، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل وان شاء الله يوفق ويوفق هذه الاذاعه الطيبه المباركه. شكرا شكرا جزيلا لك علي على هذه المداخله. عبد الحكيم من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الحكيم، تفضل. نهارك طيب اخوي عبد الرحمن، نحييك نحيي الزملاء اللي معك وقناه التناصح، قناه الارشاد الطيب الصحيح، بارك الله فيكم وكل المتتبعين لها. لك التحية عبد الحكيم. شكرا جزيلا لك عبد الحكيم من طرابلس على هذه المداخلة. إذا أعزائي المشاهدين سوف نتحدث طيلة هذه الحلقة وما تبقى من هذه الحلقة حول امتحانات الشهادة الثانوية، كيف تقيمون الامتحان في ظل وجود مشاكل كبيرة في التعليم، على مستوى التعليم، على مستوى الوقت، على مستوى القيم الخاطئة التي تزرعها أحيانا تشارك في زراعتها حتى الوزارة، عدم استكمال المناهج الدراسية، ثم يأتي الامتحان ثم يسهل في عملية الغش داخل الامتحانات، كيف تقيمون ذلك؟ نستقبل مكالمة جديدة. السلام عليكم. أسامة السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أسامة، تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا بك، تفضل. كيف يا أخوي نفرض على الشخص اللي سوى يعني أبو حريث يجي على خليفة حفتر؟ نحن لا نتحدث على خليفة حفتر ونتحدث حول موضوع امتحانات الشهادة الثانوية، فإن كان لك مشاركة في هذا الموضوع تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل هذا نتحدث حول قضية التعليم الهامة، لأنها تنقذ ما تبقى من الجيل، مخافة أن يقع كل هذا الجيل إلى هذا المستوى المنهار، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى من بعد السفاهة يحلم، فلعلنا نلحق ما تبقى من جيلنا القادم في جو من التعليم مختلف بعيد عن الغش وغيرها. نستقبل من جدابيا بنت فبراير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحييك أخي عبد الرحمن وقناة التناصح. أهلا وسهلا بك، تفضلي. يا أخي عبد الرحمن، بالنسبة للتعليم للأسف بالتقييم كم للتعليم، بالنسبة للتعليم في ليبيا بشكل عام هش، ونقدر نقول لك صفر. يعني للأسف التعليم مش من توا، مش من سر سنين، التعليم هم كل شيء يديروا فيه من سر سنين، هم كل اللون كله عليه فبراير. لكن من عهد النظام المقبور ونحن نعاني من هذا التعليم، تعليمنا هذا تعليمنا كان ممنهج، عندنا زي التربية الوطنية كانت مركزة على 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 علي علي معمر وعلي انبهارات وعلي يعني كل شيء كان على مش وهي وطنية ولكن كانت على شخص معين، ولكن بالنسبة للتعليم احنا خاصة للثالثة ثانوي نعانوا من زي قصة الأيام الماضية تسريب الامتحانات اللي تقريبا هي لوية في الأسبوع الأول، وهذا طبعا صار في منطقة الأمن والأمان، منطقة المنطقة الشرقية للأسف. وبالنسبة للتعليم يا أخي ما فيش تعليم، أنا الكلام اللي قال الأخ اللي بنغازي أنا معاه، يا ريتنا بدل ما نستوردوا الأسلحة نستوردوا مدرسين أكاديميين بصراحة ينتقلوا بجيل غد جيل جديد، لأن احنا حتى المدرسين مع احترام البعض منهم في اللي عنده حتى اخطاء املائيه وما يعرفش يقرا ويكتب شيء، انا شفتها بروحي اخطاء املائيه باهي، فنحن محتاجين الى المدرسين كفؤ من مصر من من الاردن من العراق، مدرسين يعني بمعنى كلمه يعني يقدر يعطي للطالب، فنحن في التعليم للاسف في ليبيا هش جدا جدا جدا، ونتمنى يعني احنا نعيد النظر فيه وعشان نقلب ليبيا للامان، لان نحن بصراحه عندنا التعليم على الصحه على على الاقتصاد كل شيء بالنسبه لنا لازم نجيب جديد عشان يرفع من بناء ليبيا، والحقيقة يا اخي عبد الرحمن والحي شيخ صادق الغزالي. شكرا جزيلا لك لبنت فبراير على هذه المداخله. اعزائي المشاهدين ما زلنا معكم في هذا الموضوع المهم والذي نحاول به ان ننجد ليبيا ايضا ونساهم في تطورها حول قضايا التعليم، نتحدث بعد الفاصل باذن الله تعالى، فابقوا معنا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، نتحدث حول كيف تقيم امتحانات الشهادة الثانوية وماذا تتوقع نتائجها والقرارات التي صاحبت فترة هذه الامتحانات. إذا نستقبل ابن غريان، أهلا وسهلا بك. قطع الاتصال بابن غريان. هناك من أشار، نستقبل أحمد قبل ذلك. أحمد أهلا وسهلا بك. أحمد ما زال معنا؟ أحمد بن جداب يتفضل. يجب يبدو أن يعني قطع الاتصال بأحمد. إذن نشير إلى أمور ذكرها بعض المتصلين فيما سبق، وهي الوقت، إيقاف يعني كمية الوقت الذي وضعته الوزارة كخطة من أجل استكمال المناهج التعليمية، وأيضا هناك القيم الخاطئة التي تزرعها أحيانا بعض القرارات المستعجلة من الوزارة، عدم استكمال المناهج كما ذكرنا، إيقاف مجموعة من الطلبة داخل الامتحانات، كل هذه أشياء حدثت أثناء الامتحانات. نستقبل عبد الحكيم. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك حكيم. التعليم وما أدراك ما التعليم، والأمانة والصدق، هذه من الثلاثة مربوطة ببعضهم. أنا سبحان الله زمان ممكن يا أخوي عبد الرحمن أسمع أنت الحج عليهم ولا ما الحج في السنتاك اللوات، وفي من الأجيال من الثمانين. إحنا زمان كنت تقروا في مدارس اللي هي مدرسة الحوش. المدرسة الحوش يا أخي عبد الرحمن كانوا الأفاضل من أساتذة الليبيين الفضلاء ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رجل سبحان الله، وين تمشي تستعين به في البيت بتاعها تلقاه يا رجل كأنه ابن بيته. كان في القلب انه هو يحب التعليم، وكانت الامانه وكانت الصدق وكانت الاخلاص. لكن بعد 84 بالضبط، في 84 صار انهيار التعليم مبكر وتعنيس الدين. لان لو ان احنا كنا متعلمين يا اخي عبد الرحمن وكنا متثقفين واعيين ما كانتش الحاله هذه نوصلوا بها لما وصلت بها الا ما ان شاء الله ربي يرحم برحمته. يا اخي عبد الرحمن كانت اساتذه، كانت افاضل، كان تعليم 100%. راجل كان بالدين هذا يا اخي عبد الرحمن نحى مني، نحى المقبور واتباعه احمد ابراهيم. هذا المفروض يحاسبوهم علاش المناهج هذه الدينيه نحوا فيها، علاش التفكير في الاخلاص، علاش يبوا يضربوا العقول، ضربوا العقول بالفعل. يا راجل تلقاه قاعد مزهر برا ويفتي براحه، وتخش على المدارس تلقاها يا راجل الا ما رحم ربي تلقى الناس انها هي ممكن ديها تبرعات وكذا. تفرج على المدارس يا ريت يجيبون في القنوات يتفرجوا، هذه مدارس كبيره مليان بترول، مفروض من افضل المدارس، مالقه هذه رشاده في البحر، حتى الصور نتاعها مترو، ويشوفهم الطلبه نتاعهم، تلقى الزي نتاعهم، وتلقى الاراقه، وتلقى المدرسه المسيحيه يا راجل افضل من مدرسه مسلمه. أنا نسأل الله العفو والعافية. في 2011 المقبورة ونوروا في التلفزيون قال نزعهم رجعت المدرسة، قلت لهم بنتي أنا ما قلتش كيف تنزعها، قال لي برا التعليم ما فيش من يسمع يقول لك باعي ويمشي. اللي يقولوا اللي في الدار يخلص قراءة هذه ماشيين بها اللغة هذه، ونسأل الله العفو والعافية، وما دبينا الجيل الطيب هذا ينجح بالصدق. أنا أبنائي لو ما ينجحوش بصدق بيمشي ينجح يا راجل، نغير حرفة، نغير ميكانيكي، نغير سمكري، نغير زواج، نغير حرفة طيبة، لكن دخله بالغش دكتور وبعدين يلعب لي في الناس، هذا يتم علي ويتم على أسراري. فنسأل الله العفو والعافية، وبارك الله فيكم قناتنا الطيبة. شكرا لك. وكل اللي بين، والسلام عليكم أخوي عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك عبد الحكيم. بنت غريان أهلا وسهلا بك. بنت غريان أهلا وسهلا بك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، نحن نتحدث حول التعليم، تفضلي. تمام. أول حاجة نشكر قناة التناصح على اهتمامها بالطلبة واهتمامها بالمواضيع الحقيقة المشوقة واللي تحتاج التناقش. ثاني حاجة نشكرك أنت أستاذ عبد الرحمن لتفاعلك ما شاء الله يعني مع المتصلين. وثالث حاجة نطلبها معلش يعني القناة أنهم يخلوا فترة محددة للمتصل
لأن عندنا مكالمات فممكن تعطل عليهم. نعم تمام، شكرا جزيلا. الشهادة أنا طالبة شهادة إعدادية من ثانوي. نعم. بس ممكن عادي يعني نتحدث عليه حتى شو صار في الإعدادي. احنا في الإعدادي أول حاجة يحكوا لي إن في غش زي هالبنات يعني يحكوا لي إن في غش، بس ما توقعتش الغش اللي يعني يكون من لجنة للجنة يعني يرفعوا في التليفونات يصوروا في الأوراق ويرفعوا في المهايوات من لجنة للجنة، وخاصة احنا قسمونا لجنات بنات بروحهم ولاد بروحهم، فلجنات الأولاد ما نلقوش أي إجابة يعني ما يتفاعلوش حتى مع بعض في نفس اللجنة، فلذلك بدوا يصوروا في الأوراق ويبعثوا فيه من لجنة للجنة. وأيضا من أحد مش المراقبين اللي هاللجان، لا المراقبين الإلكتروني يعني اللجنة الإلكترونية. نعم. كان فيها واحدة منهم طبعا بدون ذكر أسماء، كان في واحدة هي يعني تخيل إن لجنة أحد أفراد اللجنة الإلكتروني المفروض إنها هي ما تخليش أي سبيل للغش، فإنها هي اللي تنقل في الهواتف من اللجنة للجنة. هذا الشيء يعني متأسف عليه. بس هذا أنا نشوف في طلبة والله نشوفهم في الشارع حتى تو في الثانوي، أنا أعرف إن هو يقرأ في ثالثة ثانوي، فنشوف فيه والله مرات للأربع الفجر وهو صحر وما يقراش، المفروض إنه يكون كتابة في إيده ويقرأ، فللأسف هو ما يقراش. في الأخير أنا متأكدة حيطلعوا بنتائج هائلة يعني حرام والله حرام. أنا أحد الطالبات المتميزات حتى في المدرسة، ما توقعتش إنه ياخذوا مني يعني قبل جتني بالسيف خلتني ورقتي، فلذلك تعاركت أنا وياها وصارت حتى مشكلة كبيرة. بعدين يمشي يقولوكم يهذبوا في الطلبة اللي شكي، حرام يعني والله حرام في الشكل. نعم. هو شكرا جزيلا لك بنت غبران. اذا هذا هو الواقع من يعني من طالبة في هذه الدائرة، للأسف الشديد واقع مؤلم يعني لا يمكن لأحد أن يعلق أكثر من ما يشاهد بهذه الصورة. نستقبل بوحليقة من المرج، أهلا وسهلا بك. تحية طيبة لك يا أخي العزيز. لا شك أن الواحد يحكي بكل صراحة وصدق أن التعليم كان منهار. لو كان ما تعليم منهار وتخلف صالح إبراهيم مكتب دراسات العليا، هذا السيف اللي توا قاعد في ليبيا 24. نعم. إبراهيم أحمد دحيم اللي منعه الإنجليزي والفرنساوي يعني بعين الشمس في الغربال، فالجهل والتخلف وهالامراض وهالبعثات اللي يطلعوا دكاتره تو يتفلفصوا علينا واساتذه، وهم الناس دول ناس تفرق عنصريه، وهذا منبر حر نحن اللي نعبر في اي قناه بعيد على المريض هذا علي بدري بتص السم في العسل. نحن نبغى البلاد جيش وشرطه كلها ليبيا وحده، ما نبغى التفرقه وهذا يقول فلان وهذا فلان، كل واحد وراه. يعني انا ليبيا 24 كنت شارك فيها قالوا لي يتندح القذافي والله سيف الاسلام صيبت. لا لا نبغى فينا الوطن، ما نبغوش كلام بعض المغرضين والمرضى كلام الصور 17 مايو شيء مسلم وما زلت نتحدى مع كلامي لك اي كلب من قذافي النظام الطاغية. بارك الله فيك، اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لك ابو حليقة. احمد من جدابي، السلام عليكم. انا بشاركم برنامج، تفضل انت على الهواء احمد. انا نظري بالغش ضروري يكون التعليم من اول وجديد، التعليم يبدي دعم 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 وفصل عن ضعف الغش حسب وزير التعليم. وين وزير التعليم؟ نعم شكرا جزيلا لك احمد من جداب. هي عثمان، السلام عليكم. عثمان تفضل انت على الهواء، نتحدث حول الغش في الامتحانات وحول كيف مضت وكيف سارت عملية الامتحانات في الشهادة الثانوية. مرحبا يا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك، مرحبا. نحييك ونحيي قناة التناصح، نتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج. أجمعين. والله يا استاذ عبد الرحمن التعليم بشكل عام انا ما نقدرش نعطيك نعالجه في مكالمة هاتفية على الهواء. نعم. هذا يحتاج إلى خبراء وإلى ناس متخصصة وإلى ناس عندهم باع طويل في التعليم. والتعليم في حد ذاته يبي برنامج، يعني الطلاب اللي نشوف فيهم انا يعني تلقى فيه خلخله في التعليم، يا تلقاه في المرحله الابتدائيه يا في الاعداديه يا في الثانويه. وانا حسب تقديري المتواضع ان اخطر مرحله في التعليم هي مرحله الثانويه. نعم. لان الطالب او قاعد في السن المحيره
وفي نفس الوقت المنهج ضخم، منهج ضخم يعني التنوية تلقاها علوم على جغرافيا على تاريخ على أدب على مش عارف رياضيات على كذا، لكن لما الطالب يأخذ الشهادة التنوية بيتجه للجامعات يصبح متخصص، كانوا في الهندسة يخش الهندسة، كانوا في الأداب يخش الأداب، كانوا في التعليم في الاقتصاد يخش في الاقتصاد. نعم. ولكن أنا ملاحظت يا سيد عبد الرحمن في الثانوية العامة هناك شهادة عمري ما سمعت، أنا رجل عمري أكثر من 60 سنة عمري ما سمعت نتيجة تطلع فيها 90%. ونعرف أنا طلبة ليهم أكثر من 10 سنوات في الشهادة الثانوية ما قدروش يتحصلوا على الشهادة الثانوية وطلعوا وتحصلوا على الشهادة الثانوية وخشوا الجامعة لما طلعت النتيجة فيها 90%. يعني الإنسان يعني هذا شيء مش لا يجوز، لابد التعليم. يعني أنت توا في تونس شو التوانسة يا سيد عبد الرحمن جولي يا الرئيس بورقيبة قالوا لنا الليبيين عندهم فلوس، قالوا ما أقروا أقروا توجوكم الليبيين اللي عندكم. التعليم والثقافة وصنع الإنسان، أنت من السهل أنك أنت تصنع عمارة تبني عمارة من السهل، لكن من الصعب في مكان أنك تبني إنسان مثقف منتج واعي مدرك، هذا من أصعب الأمور. فأنت باش تخلق التعليم وتجعل مجتمع مثقف مجتمع إنتاجي وليس استهلاكي تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى برامج وتحتاج إلى خطط وتحتاج إلى أشياء كبيرة جدا ربما حتى من فوق يعني تفكير نحن. يعني المفروض الدولة تحتاج أنت شي فسد التعليم لأن معمر جاب أشخاص ما هو مش ذات كفاءة، وفي نفس الوقت ثورة فبراير جابت أشخاص ما هوش متخصصين في التعليم. يجب على الدولة الليبية، يعني انت تونس المتطورة في الصحة يا سيد عبد الرحمن، أنت فتحت كلية الطب مدة لا تتجاوز 15 سنة، كانوا يقروا في فرنسا يبعثوا في الناس المتفوقة ويقروا في فرنسا. احنا عندنا كم هائل من الثانويات ومن الجامعات ولكن النتيجة ما فيش. فأنا يعني حقيقة لابد الناس المتخصصة والناس المثقفة والناس اللي عندهم باع طويل في التعليم انهم ينظروا للتعليم ينظرون بنظر جدية. لابد الطالب ولما ياخذ شهادة ثانوية معناه يعبر تعبيرا صادقا انه فعلا حامل هذه الشهادة، لما يتحصل على شهادة في الهندسة يعبر تعبيرا صادقا ان هذا هو مهندس بشكل صحيح، لكن انت تلقى الشهادة في جيبه ومخها فاضي. وبارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. ولا يهمك، شكرا جزيلا لك. نستقبل من مصرات اللجين. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا بك لجين. نتحدث حول الشهادة الثانوية والنتائج كيف ستكون وكيف مضت هذه الامتحانات، تفضلي. ايوه نبي نحييك انت اولا ومشايخنا ويحفظ ربي ان شاء الله الشيخ الصادق تاج على روسنا، واحلى تحية قناتي مفضلة ماني منحصلش فيكم ديما. تفضل. وبالنسبة للتعليم نقول لك اذا كان رب البيت بدك فيه ضايبا شيمة اهل البيت كلهم الرقصوا. نعم. يعني شدي انت بس لما تلقى معلمة فاضلة واقفة تغشش واسكتوا وغشوا بي مش عارفة غشوا بشوية ولا شيء. اولا معلش من هي معلومة الاخلاق منظومة الاخلاق من الاسرة. نعم. طبعا ما نبوش نعم موجود التعميم، احنا في ناس ما شاء الله تبارك الرحمن وفي ناس لما تلقى ام فاضلة واقفة لوطة مش عارفة الواي فاي والنت واقفة تغشش، يعني باهي ولدك بينجح بيجيب درجة صح، لكن هل عنده شيء في راسها؟ ما عندهاش. هو معمر اللي الله لا ترحمه هو اللي فسد بالتعليم اللي يترحمه عليه لا توا ويبو وهد منظومة التعليم وهد الصحة، بعدين يقول لك احنا نعالجوا في تونس ونمشوا لتونس وكيف احنا هيك ورجع هذا كل البعد عن الله والبعد عن شرع الله. يعني الإنسان لو غرست في الطفل من هو صغير ان هذا حرام ومن غشنا فليس منا مستحيل غش، لكن الطفل لما يجيب يلقى أمه تغشش فيه يعني شم تتوقع منه لما يكبر؟ معناه يعقصوا أطفالكم قبل ما يعقوكم. يعني العين لما يطلع يكبر يعقص ما تقولش هذا ولدي الولد ولدي والفعل مش ليا، لا الولد ولدك والفعل ليك، هذا أنت اللي غرفته هذا اللي تزني فيه. ونبي كلمة من فضيلة الشيخ المفتي يطلع عليه هذه يوم 25 سبتمبر. ومن هو المدعو اللي بيطلع يوم 25 سبتمبر بيفرضوها علينا؟ شكرا جزيلا لك. محمد بن بغازي اهلا وسهلا بك. تفضل محمد. ما حتى يا اخوي محمد اخبارك؟
تفضل محمد. انت على الهواء. نشكرك نشكر قناة تناصح ونقول لك حاجة، يعني احسن حاجة في التعليم جهاد النكاح فيك انت. لا حول ولا قوة الا بالله. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا هي منظومة التعليم التي تعاني حقيقة معاناة كبيرة جدا، وأخرجت لنا مثل هذه النماذج المنهارة أخلاقيا، والتي تحتاج حقيقة للكثير من الجهود المتضافرة من أجل خلق تعليم حقيقي، من أجل الخلاص من هذه الخرد المتبقية من أشباه البشر. سقطت منهم كل معالم البشرية خلف القيم والمبادئ والأخلاق للأسف الشديد. بنت طبرق، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم أخوي عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك، تفضلي. أولا قبل كل شيء نحب نحييك على أخلاقك، وفعلا أنت من أهل بيتية رائعة، وتعليمك فعلا يعني بين فيك كامل أخلاق تبين علينا، وشكرا يعني لعدم انفعالك للنماذج التي قلت عليها اللي انها وصلت لمرحله تدني بسبب الجهل، لانما ما حصلش تعليم كويس يخليهم يلموا عقولهم ويشوفوا الصح من غلط. نحن نعاني من ازمه التعليم، هي مش اول حاجه نعاني منها ظاهره الغش. طبعا ظاهره الغش موجوده من ايام المقبور الله لا ترحمه، عندهم صوت زين الله لا ترحمه، وزادت أخرى قصة الغش بعد نكبة الكرامة. طبعا الغش هذه يعني المفروض الواحد المدرس أو المدرس يتقي ربه لما يقعد يصبي في قاعة امتحانات، يعرف إنه كأنه واقف بين ربه، يعني هذه أمانة وهذه ضمير. هل أنت تحكي على لحظة امتحانات، ليش ما تحكوا قبل لحظة الامتحانات أكثر قبل الامتحانات؟ طبعا نحن هنا خاصة في طبرق، نحن المدارس أو أغلبية أوقات الدراسة العادية غياب بشكل كبير من طاقم المدرسين والمعلمين، حتى المدير تلقى غايب وجايك على المصارف عشان خاطر السيولة. تبدأ المدرسة في تسيب، الأبلات ما يعطانش حصصهم، يهلب الدروس على الطلبة، الضحية هو التلميذ. لما يجي وقت الامتحانات يجي وقت الضرب، إذا الروم العيال طبعا يضطروا إلى الغش. هذه ظاهرة سيئة جدا منتشرة عندنا. والمشكلة يا أخوي عبد الرحمن نحن نعاني من ثلاث مشاكل. أول مشكلة الغش، ومشكلة تسرب الامتحانات اللي السنة اللي فاتت أنتم تحكوا على السنة هذه. نحن في تدريب السنة اللي فاتت أخوي عبد الرحمن كان السؤال في مادة التربية الإسلامية تعطيه سؤال في النت مقابل كرتب، يعني تخيل وصلت الغش. يعني في نتمنى ان حتى لجنة الامتحانات كلنا المفروض لجنة الامتحانات تكون لجنة حازمة. نحن لجنة الامتحانات كأنه جايين يقضوا في رحلة، او جايين منتزه، مش جايين قاعة امتحانات. تجد القاعة فوضى والدنيا فوضى. المفروض الرجل المناسب في المكان المناسب. بجد المسؤولية في التعليم ما تقعدش في التعليم. في نقطة أخيرة أخوي عبد الرحمن نبي ننوه عليها، وهي ضرورية جدا جدا. عندنا نحن هنا وفي القبرد مدارس خاصة. طبعا التعليم مش التعليم العام، التعليم الخاص. مدارس خاصة تخيل حتى التعليم تم فيه متاجرة فيه، واللي كيف؟ طبعا متاجرة في التعليم شنو؟ تلقى واحد على باب الله مثلا متاح خضرة متاعي ماسك لي مدرسة، مدير مدرسة. أنا اشتغلت في مدرسة مديرها دكتور. قلت له سألت ليش أنت دكتور مش قاعد في مركز طبرك الطبي وقاعد ماسك لي مدير في مدرسة خاصة؟ قال لي هواية. أصبح التعليم مشكلة، تمت هواية عندنا هنا في طبرق. يعني نتمنى أن كل حد يتقى الله في هذه أمانة، لأن من علمني حرف صرت له عبدا. لكن أنت تغشش وتضيع جيل بكامل، وما أوصلنا إلى هذا الحال، إلى تردي الحال، إلى بهذا الحال في ميديا إلا الجهل. يعني الناس اللي تسوى في أرض المعركة وأرض الساحة، الناس اللي حاشاك السفهاء بسبب عدم التمييز بين الحق والباطل هو الجهل. الجهل هذا هو افرازات المقبور. شكرا افرازات جدا. شكرا لك عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. عمر من الريانه، السلام عليكم. اهلا وسهلا بك عمر، تفضل. خير سيد عبد الرحمن، شو حالك؟ اهلا وسهلا بك، تفضل. باهي شو حالك؟ باهي والله. انا كيف تو اتصلت شوي، انا برا من الحوش تلفزيون البرنامج. انا شنو نتحدث؟ نعم نتحدث حول التعليم والامتحانات الشهاده الثانويه. عمر تفضل. والله اللي كلمت فيك انا الاستاذ مدرس هنا معك. باهي نعم.
ونحب نتابع البرنامج التلفزيون عشان نشوفوها خلاص من الحياه بالكتابه. نحب نسلم على الدين الكل ونسلم عليك استاذ عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. ونسلم على الدين الكل ونقول يا رب يهديكم ان شاء الله. وبالنسبه للتعليم انا مدرس، نشوف في التعليم كان اسود ده ما فيش يعني ما فيش مقارنه بكل، لا من نظام الاول بكل لا نظام مدريس، كل بدايه الاول كله كويس تو صفر. حتى ايام الاربعينات تعليم كان 100%. استاذ عبد الرحمن. نعم نسمعك عمر تفضل. ولكن يجيني تو بدل في سنه من السنوات مثلا عمناه يزيد بنتيجه 99 فاصله مش عارف شنو، هذا حتى قدام العالم ما هناش، ما عمرك ما تجي، مستحيله هي انك تجيب يعني شهاده ثانويه 100%. ترى عمرها ما صارت في الكره العربيه، هي بدل شنو بدل على الميليشيات والخوف، ونحن مدرسين خايفين تو، ما تقدرش طالب حتى تعاقبه يا راجل. طالب ما تقدرش تعاقبه حتى في الابتدائي والاعدادي، ولا تقول له سوي روحك ولا اوقفك ولا اكتب واجب ولا حاجه. هذه كلها انفلات امني، وليبيا لو استمرت في عام ثاني والله ما بعد في تعليم مره واحده، والله تعليم منتهي مره واحده. نعم فعلا، شكرا جزيلا لك عمر على هذه التنويه، وهذا نقطة مهمة جدا أضفتها للبرنامج. بنت فبراير السلام عليكم. معليش يا أخي عبد الرحمن برد على الأخ البغازي، إذا خطبك السفيه يا أخ عبد الرحمن فرد عليه بالصمت، فهذه تربية حفتر شو بتوقع منهم؟ وموضوع حفتر هو موضوع معمر، لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أخي، أحب حفتر، حبوا حفتر، احترموا أنفسكم، احترمونا نحن كعائلات. والله 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 لن تنتصروا ولن ينتصر البغض ولن ينتصر الفسق ولن ينتصر إلا الحق بإذن الله. يا أخي احترموا هذا الرجل لأنه محترم نفسه. أنتوا تبوا قنوات، عندكم قنواتكم قاعدة ملحد اتصلوا به، وعلى فكرة ملاحظة قنواتكم كلهم نفس الأشخاص، كلهم يعبدوا حفتر، ما فيش ولا واحد يقول أنا تكررت بالحدث مرة ضروري داعشية. يا أخي عيب عليكم، مش حبيتوا صور حفتر، حبوا حفتر وعدوا حفتر، لكن احترموا أنفسكم. وأنا بقول لك يا أخي عبد الرحمن إذا خطبك السفيه رد عليه بالصمت، وأنا عجبتني إن بي لأي شخص يكلمك ويجينك ويجينك ما تردش عليه. السلام عليكم. شكرا جزيلا لك. عبد الواحد من طرابلس السلام عليكم. أيوه أهلا وسهلا بك عبد الواحد، نتحدث حول الامتحانات الشهادة الثانوية، كيف مرت وماذا تتوقع من نتائجها؟ تفضل. نهارك طيب أخوي. بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. تمام إن شاء الله. طبعا أنا أحد متابعي امتحانات السنة في طرابلس المركز. نعم تفضل. والحقيقة أنا نبشرك ومبشر الليبيين أن الامتحانات السنة صارت سير حسن حقيقة، رغم بعض الخروقات التي لا تذكر يعني. نعم. من واقع متابعتي ل 18 لجنة في طلبة المركز. جميل جدا، نعم. طبعا هو الموضوع هذا منظومة كاملة، يعني لو نبغوا نتحدثوا على الغيش، هذه منظومة متكاملة، وأعتقد الوقت ما يسعفناش، ولكن أنا أناشد الوزير معالي وزير التعليم. نعم. عندي مقترح والله يخفف هلبة أمور. نعم. وهو ان امتحانات الشهاده الثانويه بالذات، الثانويه بالذات، ما نبيش نقول تلغى نهائيا، ولكن بالاشتراك مع اخوتنا في التفتيش التربوي تعد صحيفه للطالب من بدايه العام الدراسي، مرورا بامتحانات الفتره الاولى وامتحانات الفتره الثانيه، والتقييم يكون مباشر من معلم الماده. بمعنى تو انا نعطيك مثل بسيط، مثلا طالب مجتهد طول العام في الثانويه العامه، ونجو في نهايه العام لامر ما، لا قدر الله لعمليه، يعني كل الظروف موجوده. نعم بالتاكيد. وبعدين ما ربي ما قدرش انه يمتحن حيدير دور ثاني، وهذه نفسيا حتكون يعني مش كويسه حتى على نفسيه الطالب المجتهد. نحكي الان اللي بيهمني الطالب المجتهد. نعم. زيد على هذا، احنا طبعا الليبيين ونعرفوا الوضع اللي قايم، يعني عندنا اثنين طلبه، واحد مجتهد طول العام، وواحد ما بنش نقوله مستهتر ولكن مش معدل. نعم. يجوا في اخر العام يخشوا للامتحان، هذا ينقل صعفه الحظ او نقل او حصل كيف نقل، والثاني بمجهوده. حرام يستوى، حرام والله حرام يستوى، يعني حرام يستوى في التقدير، حرام يستوى حتى في النجاح من الاساس. ولهذا أنا أناشد مرة ثانية معالي الوزير أن المقترح هذا على الأقل لو وصله
يعني ممكن يفكر فيه يديروا صحيفة. ما شاء الله عندنا خبراء في التفتيش التربوي، عندنا معلمين أفاضل في اللي له 30 سنة، يعملوا يديروا صحيفة للطالب تقييمية لنهاية العام. أعتقد أنا متأكد أن هذه حتقضي تماما، أولا حتقضي على الغش، اثنين المصاريف اللي الآن احنا عم نول في أحد الاجتماعات يقولوا الشركة اللي كانت عم نول مش سنة قالوا تبي 600,000 ومش عارف ايش تفاوضوا معها باش ولت وافقت لهم وطبعت لهم عم نول الأسئلة والطريقة هذه التعقب. أستاذ عبد الواحد، أعتقد أنك تشير إلى مقترح يغير طريقة التقييم بالكامل على الشهادة الثانوية، هكذا نفهم؟ الامتحان هذا يلغى نهائيا. نعم. بتاع نهاية العام يلغى نهائيا، وانا قلت لك ان الوقت ما يسعفنيش والباقي يعني عندي بدل من السبب انه يلغى حتى 10 أسباب، من ضمنها ومن اكبرها ان الطالب الغير مجتهد لا يمكن يتساوى مع الطالب المجتهد. نعم. لان هذا الطالب الغير مجتهد ممكن يحصل فرصة ينقل وينجح. صحيح وهذا ما يحصل عادة. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الواحد على هذه المداخلة. إذن أعزائي المشاهدين كنا معكم طيلة هذه الحلقة متحدثين حول أوضاع الامتحانات في الشهادة الثانوية وكيف مضت وبعض القرارات التي صدرت من جهة التعليم بإيقاف مجموعة من الطلبة وآخرين من المشرفين أو من اللجان المشرفة على امتحانات الشهادة الثانوية. أميلين أن نكون قد أوصلنا هذا الصوت للجهات المسؤولة للنظر فيه أكثر، لأن مستقبل البلد في هذه الأجيال القادمة. إلى حلقة أخرى من حلقات صوت الناس، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.